السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، معاكم ATH وأهلا بيكم في نظرة عامة على أهم مواصفات iPhone 10S Max. طبعا زي ما احنا عارفين iPhone 10S هو عبارة عن تطور وتحسينات لآيفون 10، لكن المرة دي في خيار جديد وهو الحجم الأكبر. المواصفات اللي هنتكلم عليها في الفيديو ده تنطبق على الاثنين iPhone 10S Max وiPhone 10S العادي. نبدأ بالمواصفات الأساسية، الشاشة 6.5 إنش سوبر ريتنا OLED بكثافة 458 بكسل في الانش الواحد. الكاميرا دوال ميجا بكسل كواد LED فلاش. فتحة العدسة F1.8 وتم اضافة بعض المزايا الاضافية زي السمارت HDR، وده بيتيح ان يبقى فيه تفاصيل اكتر في المناطق اللي فيها اضاءة عالية والمناطق اللي فيها ظل شديد، وبيديك الوان اوضح. وطبعا ميزة البورتريت مود اللي بتتيح ليك ان انت تقدر تعدل في فتحة العدسة بعد التصوير، وبقت بتديك تأثير كأنك مصور بفتحة عدسة 1.4. بالنسبة للتصوير الليلي معقول جدا لان قدرنا نشوف تفاصيل اكتر مع تصوير في الضوء الضعيف. الكاميرا الامامية 7 ميجا بكسل، نفس الكاميرا اللي كانت موجودة في ايفون 10 بس تم تحسينها وبقى فيها ميزة السمارت HDR الموجودة برضو في كاميرا الورا. تصوير الفيديو بيدعم 4K 60 فريم بير سكند، وهو ده اللي بيميزه عن باقي الموديلات اللي غيرها. المعالج 6 كور A12 بايونيك، وحش بكل معنى الكلمة في الجيمينج، في المالتي تاسكينج، في كل حاجة، بالإضافة إلى iOS 12، واللي فعلا فعلا استخدم المواصفات دي لأكبر قدر ممكن. وبرضو في الموبايلات القديمة iOS 12 فارق كتير في سرعة الجهاز. مواصفات الرام وحجم البطارية أبل ما قالتش أي حاجة عنها في السايت بتاعها، ولكن تم تسريب المعلومات دي عن طريق علشان الآيفون يتباع في الصين لازم يبقى فيه وضوح تام للمواصفات بتاعة الجهاز. الرام 4 جيجا وحجم البطارية 3174 ملي أمبير، وحسب ما أبل بتقول إن البطارية هتعيش زيادة ساعة ونص عن آيفون 10. وتم عمل مقارنات كتير بين البطارية والموديلات اللي غيرها زي النوت 9، والمعروف إن البطارية بتاعته 4000، ولكن اللي تم اكتشافه إن فعلا بطارية الآيفون 10S Max عاشت لمدة 10 دقايق تقريبا عن النوت 9، بالإضافة طبعا إلى مواصفات الإضافية زي ضد المية IP68، يعني يقدر ينزل مترين تحت المية لمدة نص ساعة. الموبايل طبعا يدعم شريحتين لكن الموضوع مختلف شوية المرة دي، شريحة نانو سيم وشريحة اي سيم يعني الكترونيك سيم، ودي بتبقى مدمجة في المذر بورد بتاعت الموبايل نفسه. طبعا ميزة الوايرلس تشارجنج والانوموجي اللي تم اضافة ليه بعض الحركات الاضافية زي انه بيحس بحركة العين وحركة الحاجب وحركة اللسان لو طلعته او دخلته. وميزة الفيس اي دي الابل بتقول انها حسنتها بحوالي 25% عن الموديل اللي فات. السماعات طبعا هي من اكتر الحاجات الملحوظ جدا انها تحسنت عن الايفون 10، وصوتها فعلا اعلى وانقى بكتير. تسجيل الصوت بقى ستيريو، 4 سماعات في الموبايل بتسجل، تجربة لدقة تسجيل ايفون 10S Max. السنة اللي فاتت كان ايفون 10 سماعة واحدة، وكتير من المواصفات الداخلية زي برنامج ميجر اللي بيخليك تقيس الابعاد عن طريق الكاميرا. وخليني اقول لكم ان فعلا دقيق نوعا ما وتقدر تعتمد عليه. باختصار تشغيل البرامج والحركة سلسة جدا، العاب سلسة جدا، تصوير رائع، الشاشة ممتازة، السماعة عالية، البطارية ممتازة، شريحتين ضد المية، مميزات كتير اضافية، والصناعة ممتازة. فعلا برأيي من احسن المواصفات اللي لقيتها في موبايل في السنة الحالية. مشكلته الوحيدة السعر، وهي العقبة الوحيدة قصاد شراؤه او لا. لو قادر على السعر اشتري، ولكن ما انصحكش لو انت معاك ايفون 10 لان الفروق في المواصفات ما تخلكش تدفع فرق السعر الكبير. وبالنسبة للمشاكل والعيوب اللي لقيتها في الموبايل، 1 الفيس اي دي بيفتح بوشي وبيفتح بوش اخويا، مع ان وش اخويا ووشي مش متطابقين بالملي، يعني ده وش اخويا وده
وشي. ازاي الفيس اي دي بيفتح بوش اخويا مع ان الموبايل متسجل بوشي؟ تاني حاجة الكاميرا الامامية فيها نوع من البيوتي مود، وده بيخلي البشرة بتاعتك شوية كأن في ميك اب عليها، تقريبا زي البيوتي مود اللي في السناب شات، ودي حاجة لازم يسمحوا للناس تقفلها وتفتحها، ما تبقاش بالاجبار عليهم ما يقدروش يتحكموا فيها. وفي مشكلة تالتة مواجهتنيش انا شخصيا ولكنها واجهت ناس كتير ولازم نتكلم عنها دلوقتي. من الطبيعي ان انت لما تركب الشاحن في الموبايل بيشحن فورا او يقولك رسالة ان بدأ الشحن، ولكن في بعض الموبايلات خاصة في امريكا لما بيشحنوا الموبايل كان في مشكلة في الشحن، ان لازم تعمل ويك اب او تلمس الشاشة يعني عشان الجهاز يصحى عشان يبدأ يشحن. ودي طبعا مشكلة لما يكون الجهاز الشاشة مطفية تركب الشاحن ما يشحنش غير ما تلمس الشاشة علشان تصحيه بعدين يقولك ان بدأ الشحن. والمشكلة دي تكلم عليها ناس كتير في اليوتيوب، وطبعا ابل ريسبوند اخيرا وهتبدأ تشوف المشكلة دي. المشكلة دي هل هي هاردوير ولا سوفتوير؟ وربنا يكون في عون ابل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت وتدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، واذا وصل عدد المشتركين الى 1000 مشترك فيه هدية هعلن عنها، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.